أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين، أنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت المالك وأنا المملوك، وأنت الرب وأنا العبد، وأنت الرازق وأنا المرزوق، وأنت المعطي وأنا السائل، وأنت الجواد وأنا البخيل، وأنت القوي وأنا الضعيف، وأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت السيد وأنا العبد، وأنت الغافر وأنا المسيء، وأنت العالم وأنا الجاهل، وأنت الحليم وأنا العجول، وأنت الرحمن وأنا المرحوم، وأنت المعافي وأنا المبتلى، وأنت المجيب وأنا المضطر، وأنا أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المعطي عبادك بلا سؤال، وأشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد المتفرد الصمد الفرد وإليك المصير. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واغفر لي ذنوبي واستر علي عيوبي وافتح لي من لدنك رحمة ورزقا واسعا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ننسى بأن الكلام كان في الإسرائيليات وبدء الخلق، وكان الكلام في جهتين. الجهة الأولى كعب الأحبار والإسرائيليات، والجهة الثانية كان في خلق التربة يوم السبت، والكلام كان في الجهة الثانية، وكان الكلام في نقاط. بدأ الكلام طبعا ب رواية عن صحيح مسلم في صفة القيامة ابتداء الخلق، وأيضا ذكرت في مسند أحمد وصحيح النسائي وصحيح ابن حبان وتفسير ابن كثير. وكما قلنا بأن الرواية عن أبي هريرة، قال أبو هريرة: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي فقال. ونذكر الرواية التي تحدثت عن خلق الله، عن خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وقلنا الكلام في نقاط. النقطة الأولى كانت ابن كثير يبطل حديث مسلم، الثانية كانت ابن باز وتغليط مسلم وأبي هريرة وكعب الأحبار، النقطة الثالثة ابن تيمية والبخاري والبيهقي ويحيى وآخرون يطعنون بحديث مسلم، النقطة الرابعة كانت في تقييمه للمهاجرين والأنصار، و النقطة الخامسة الخليفة الثاني ينتصر للمهاجرين والأنصار. وذكرنا في الدرس السابق، في المحاضرة السابقة،
كيف أن الخليفة الثاني رضي الله عنه انتصر للمهاجرين والأنصار ورد كلام أبي هريرة وما تعرض به أبو هريرة للمهاجرين والأنصار، وكانت الرواية تتحدث عن التزام الخليفة الثاني وهو من المهاجرين وأحد أصحابه أو أحد جيرانه من الأنصار، هذا ينزل يوما لكي يجالس النبي، يصاحب النبي، يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويرجع وينقل لصاحبه، واليوم الثاني ينزل الآخر. كان يتناوبان على النزول والصحبة والجلوس والسماع والاقتداء ورؤية ومشاهدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت الملازمة مستمرة. إن نزل هذا ينقل للآخر، إن نزل الآخر ينقل للثاني. فكيف نتصور وكيف نصدق وكيف نصحح كلام أبي هريرة الذي تعرض به إلى المهاجرين والأنصار وانتقد المهاجرين والأنصار بأنهم قد انشغلوا بالسوق والتجارة والصفقات والبيع والشراء وكسب الأموال وتكثير الأموال وتشغيل الأموال؟ وأيضا الرواية كما قلنا كانت في صحيح البخاري كتاب العلم عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار، عن عمر أي الخليفة الثاني رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. لاحظ، كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. هذا الكلام كان في النقطة الخامسة، وفيه رد كافي وشافي من الخليفة الثاني على ما ذكره أبو هريرة. الكلام الآن في النقطة السادسة. قلنا النقطة السادسة أعطيناها عنوان: الفقر ليس عيبا. الفقر ليس عيبا. قلنا في النقطة السادسة وأشرنا في النقطة السادسة إلى أنه من الواضح أن الفقر ليس عيبا، بدليل أن أبا هريرة صرح لمرات أنه فقير، بل افتخر وميز نفسه على الصحابة جميعا بفقره وعدم امتلاكه المال أو الأعيان، عدم امتلاكه المال أو الأعيان للتجارة والصفق والعمل في الأسواق، فلم ينشغل بها فتفرغ لسماع الحديث وحفظ الحديث. فيأتي السؤال عما ذكره أبو هريرة ممتدحا نفسه متعرضا به للصحابة في أنه، ما هو السؤال؟ هذا هو السؤال، في أنه هل كان ذلك عن غنى وميسرة، هل كان ذلك عن غنى وميسرة ومال وتجارة وصفقات، يعني إعراض أبي هريرة عن المال، هل هو كان عن أصل الغنى والميسرة والمال والتجارة والصفقات وترك كل هذا واختار حياة الفقر،
هل كان ذلك عن غنى وميسرة ومال وتجارة وصفقات؟ فتركها وتنازل عنها وآثر بها وتصدق بها زهدا وتكرما وإيثارا وحبا للعلم ورغبة فيه وحبا للصحبة ورغبة فيها. أو كان اضطرارا، أي كان الفقر والحالة التي هو فيها، أو كان اضطرارا وقهرا بحيث كان فقيرا مسكينا لا يملك ما يشبع به بطنه فلا سبيل له إلا أن يكون بالوصف الذي ذكره هو لنفسه. نقول والإجابة واضحة ومتيقنة، فعنوان الفقير والمسكين وما يرجع إليهما. إذن والإجابة واضحة متيقنة، فعنوان الفقير والمسكين وما يرجع إليهما قد أثبتهما أبو هريرة بنفسه، هو الذي أثبت الفقر على نفسه، هو الذي أثبت على نفسه عنوان الفقير وعنوان المسكين. وأما بعد أن اغتناه وصار بيده المال والقدرة على التجارة، فهل تغير الحال والموقف والمقال أو بقي نفسه؟ فنعرف الحال بعد الاطلاع على سيرة أبي هريرة في أنه لما أتته الدنيا بزخرفها ومالها وواجهتها ومناصبها، هل بقي على ما هو عليه كما هو حال الخلفاء رضي الله عنهم، وكما هو حال الخلفاء رضي الله عنهم أمير المؤمنين عليه السلام، أو تغير الحال حتى صار يلقب بشيخ المضيرة لنوع الطعام المترف؟ وما هو ما هي المضيرة؟ المضيرة هي اللحم المطبوخ باللبن، أي المطبوخ بالحليب الذي صار يتناوله. فهل تغير الحال حتى صار يلقب بشيخ المضيرة لنوع الطعام المترف الذي صار يتناوله؟ هذا استفهام يطرح للبحث. وإليكم بعض الموارد التي تبين حال أبي هريرة بما يفيد في المقام. نقول هذا المورد الأول في البخاري، الاعتصام بالكتاب، باب 16، فتح الباري، أيضا في فتح الباري ابن حجر العسقلاني الجزء الثالث عشر. إذن في البخاري الاعتصام بالكتاب، أي كتاب الاعتصام بالكتاب، وباب 16، وفي فتح الباري ابن حجر العسقلاني جزء 13. إذن هذا في البخاري. ماذا يقول في البخاري؟ تسلسل 7-3-2، التسلسل هو 7-3-2-4، 7324. التسلسل هو 7324. قال حدثنا من البخاري، الرواية في البخاري، يقول حدثنا سليمان عن محمد قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان، يتمخط أي أخرج المخاط من أنفه. يقول كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط فقال بخ بخ أبو هريرة يتمخط. بخ بخ، من الذي قال؟ أبو هريرة قال. تمخط فقال بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان بخ بخ أبو هريرة يتمخط
في الكتان لقد رأيتني وإني لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. إذن أبو هريرة عنده عليه ثوبان ممشقان من كتان يتمخط، فيقول بخ بخ أبو هريرة بخ بخ أبو هريرة، يتمخط في الكتان ويقول أبو هريرة لقد رأيتني وإني لأخر، يصف حاله سابقا، يقول لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. هذه رواية أبي هريرة. إذن ما هو الحال؟ أبو هريرة عندما أتته الدنيا صار يرتدي الكتان، صار عليه ثوبان ممشقان من كتان، وصار يتمخط ويقول بخ بخ أبو هريرة، يتمخط في الكتان، وصار يذكر ويتذكر ويشير إلى أيام الفقر التي كان فيها. أقول تعليق أقول أليف وباء وجيم. أقول أليف، إذا ذكرت أنها بعض الشيء فيما يخص التعليق فيما يخص البيان، والآن أذكر بعض الأمور أيضا فيها فائدة إن شاء الله. إذا تعليق، أقول أليف رجل مغشي عليه لجوع أو جنون، بغض النظر هل لجوع أو لجنون. الآن أنت ضع نفسك، تصور أنك في ذلك الموقف، في تلك الحالة، في ذلك الزمان، شاهدت رجلا مغشيا عليه لجوع أو لجنون. الآن أقول، الآن الكلام أين؟ في تلك الفترة، في أي زمن، في أي وقت. الرواية تتحدث، أبو هريرة يتحدث عن حادثة كانت تقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتحدث عن فقره في تلك الفترة الزمنية التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحديث، الكلام في هذه الرواية وفي ما يشير إلى نفس المعنى في رواية أخرى يشير إلى أن الحادثة كانت تتحدث عن صحابي، والصحابي هو أبو هريرة، وتتحدث عن الجائي الذي يرى أبا هريرة
ويعتقد بأنه مجنون، وتتحدث الرواية عن أن هذا الجائي يضع رجله على عنق أبي هريرة. الآن أقول في التعليق: أليف رجل مغشي عليه لجوع أو جنون، فهل الآن نأتي هذا أبو هريرة، هذا حال أبو هريرة، لماذا فعل هذا؟ لماذا مثل الجنون؟ لماذا كان يخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقه فيرى أنه مجنون، وفي الحقيقة هو ليس بمجنون، وإنما هو قد خر، قد أغشي عليه بسبب الجوع حسب ما ينقل أبو هريرة. يأتي صحابي يرى هذه الحادثة، ماذا يفعل الصحابي؟ يضع رجله على عنق أبي هريرة. أقول رجل مغشي عليه، أنت الآن رأيت رجلا مغشيا عليه، رجل مغشي عليه لجوع أو جنون، فهل من الأخلاق والتربية الأخلاقية لصحابي أن يأتي فيضع رجله على عنق هذا المغشي عليه؟ هذا أليف باء، والأدهى والأمار أن ذلك الصحابي كيف ذلك الصحابي غير المؤدب، كيف سمح لنفسه وكيف سمحت له أخلاقه أن يضع رجله على عنق من؟ على عنق المغشي عليه، على عنق المجنون، لكن هذا المجنون أو هذا المغشي عليه هو صحابي، فكيف سمح لنفسه وكيف سمحت له أخلاقه أن يضع رجله على عنق أبي هريرة الصحابي الجليل الحافظ الفقيه المعروف؟ جيم، هل كان أبو هريرة يستحق ما فعله به الصحابي، أو أن الصحابي لم يكن مؤدبا وكان فاقدا للأخلاق والرحمة والإنسانية؟ الآن وهل هذا العمل فيه عصمة، فيه صحة وتصحيح للأعمال، فيه عدالة؟ إذن نقول جيم، هل كان أبو هريرة يستحق ما فعله به الصحابي، أو أن الصحابي لم يكن مؤدبا وكان فاقدا للأخلاق والرحمة والإنسانية؟ بالتأكيد الجواب واضح، ومن هنا يأتي الاستفهام: هل أن مثل هذا الصحابي الفاقد للرحمة والأدب والأخلاق والإنسانية يحكم بعدالته؟ وهل يصح أن يقال بعدالة جميع الصحابة وهذا منهم والمنافقون منهم؟ من تجاوز ضرورات الدين والقرآن والسنة والأخلاق والعرف فأساء الأدب، فأهان الإنسان، فاعتدى على الصحابي، فأهان الصحابي، فوضع رجله على عنق الصحابي الحافظ الراوي المعروف أبي هريرة. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني في المختصر في أخبار البشر أبو الفداء، يقول أبو الفداء: أناس فقراء لا منازل لهم ولا عشائر. التفت جيدا، نحن الآن عندما نذكر الموارد هنا نذكر موارد مختلفة، نذكر موارد مختلفة، بعضها يعضد البعض الآخر، بعضها يؤيد البعض الآخر، بعضها يؤكد البعض الآخر، بعضها يقوي البعض الآخر، وبمجموعها على أقل تقدير بمجموعها تؤسس حالة
وتؤسس الاطمئنان أو حالة اطمئنان عند القارئ، عند المطلع، عند الباحث، بأن هذه الحالة كانت هذه الحالة من الاطمئنان على الاطمئنان بأي شيء، الاطمئنان بأن ما حصل، بأن ما وقع له معروفية عند الناس، له شيوع بين الناس، قد عرف بين الناس، قد تقبله الناس على نحو الرواية وعلى نحو الكتابة وعلى نحو الحديث وعلى نحو التاريخ. بمعنى أن أجيال الصحابة والتابعين وما بعد التابعين والعلماء والمحدثين والأئمة والباحثين، هذه القوافل، قوافل هؤلاء كلها اطلعت على هذا ولم تنكر هذا ولم تكذب هذا ولم تنفي هذا. إذن يكفي من مجموع ما نذكر حالة شياع هذا المعنى بين الناس، بين العقلاء، بين المتشرعة، بين المسلمين. إذن في المختصر في أخبار البشر أو الفداء، قال أبو الفداء: أناس فقراء لا منازل لهم ولا عشائر، ينامون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ويظلون فيه، وكان صفة المسجد مثواهم فنسبوا إليها، إلى الصفة، وكانت صفة المسجد مثواهم فنسبوا إليها، وكان إذا تعشى رسول الله يدعو طائفة منهم، وكان إذا تعشى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو طائفة منهم يتعشون معه، أو يفرق طائفة منهم على الصحابة ليعشوهم، وكانوا يكثرون فيها ويقلون بسبب من، لماذا في هذه الصفة أو في صفة المسجد. يقول أبو الفداء: أناس فقراء لا منازل لهم ولا عشار، ينامون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ويظلون فيه، وكانت صفة المسجد مثواهم فنسبوا إليها، وكان إذا تعشى رسول الله يدعو طائفة منهم يتعشون معه، أو يفرق طائفة منهم على الصحابة ليعشوهم، وكانوا يكثرون فيها ويقلون بسبب من يتزوج منهم أو يسافر أو يعمل في الأرض. هذه هؤلاء الفقراء، هؤلاء المساكين الذين في الصفة، في صفة المسجد، يكثرون ويقلون بسبب من يتزوج منهم أو يسافر أو يعمل في الأرض. يقول أبو الفداء، يقول: اللهم إلا هذا الذي لم يترك الصفة لا بسبب التزوج، لم يتزوج ولم يسافر ولم يعمل في الأرض، من هو؟ اللهم إلا أبو هريرة، فقد ظل فيها لا يبرحها إلى أن انتقل منها إلى البحرين. إذن من الصفة، من الفقر المطبق إلى إمارة البحرين. إذن وما هم، من هم أهل الصفة؟ أهل الصفة هم جماعة من فقراء المهاجرين كانوا يقيمون في مكان مظلل في مسجد المدينة المنورة، ويرعاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المورد الآخر، مورد الثالث، في ربيع الأبرار للزمخشري، الجزء الأول. يقول أبو رافع: كان أبو هريرة
ربما دعاني إلى عشائه فيقول: دع العراق للأمير فانظر دع العراق للأمير فانظر فإذا هو ثريد. دع العراق للأمير فانظر أو دع العراق للأمير فانظر دع العراق للأمير فانظر أو دع العراق للأمير فانظر فإذا هو ثريد فانظر فإذا هو. إذا من الذي دعاه؟ أبو هريرة يدعو أبا رافع. أبو رافع يقول: كان أبو هريرة ربما دعاني إلى عشائه فيقول: دع العراق للأمير فانظر فإذا هو ثريد بزيت. وكان يقول، أي أبو هريرة، وكان يقول: أكل التمر أمان من القولنج، أكل التمر أمان من القولنج. القولنج هو مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح، وسببه التهاب القولون كما يعني يطلق في المصطلح التهاب القولون. إذن كان يقول أبو هريرة، إذن يقول: فإذا هو ثريد بزيت. وكان يقول: أكل التمر أمان أمان من القولنج، وشرب العسل على الريق أمان من الفالج. شرب العسل على الريق أمان من الفالج. الفالج هو شلل يصيب أحد شقي الجسم طولا، هذا اللي يسمى بالشلل النصفي، أعاذنا الله من كل مرض. الفالج، اللهم نسأل الله تعالى يشفي كل مريض ومن أوصانا بالدعاء بالخصوص. يقول: الفالج شلل يصيب أحد شقي الجسم طولا. يقول إذن أبو هريرة الذي يقول، وكان يقول: أكل التمر أمان من القولنج، وشرب العسل على الريق أمان من الفالج، وأكل السفرجل يحسن الولد، وأكل الرمان يصلح الكبد، والزبيب يشد العصب ويذهب الوصب. والوصب هو التعب والفتور، التعب والفتور في البدن. إذن والزبيب، الكلام لأبي هريرة، والزبيب يشد العصب ويذهب الوصب، والكرفس يقوي المعدة ويطيب النكهة، والعدس يريق القلب ويذرف الدمع، والقرع يزيد في اللب ويرق البشر، وأطيب اللحم الكتف وحواشي فقار الظهر. وكان هذا الكلام لمن؟ للزمخشري في ربيع الأبرار. يقول: وكان من كان؟ كان أبو هريرة. وكان يديم أكل الهريسة والفالوذج. الفالوذج هذه الحلوى، حلوى تهيئ من الدقيق والماء والعسل، والآن تحضر أو يعني تشبه ما يحضر الآن من النشا والماء والسكر، هذا هو الفالوذج. يعني كان يحب الهريسة، كان أبو هريرة كان يديم أكل الهريسة وكما يسمى الآن بالمحلبي أو الكاستر أو ما يرجع إلى هذا المعنى، أو الجلي ربما والزردة وما يشبه هذه من الحلوى. وكان يديم أكل الهريسة والفالوذج، ويقول: هما مادة الولد، وكان تعجبه المضيرة، جدا فيأكلها مع معاوية. الكلام لمن؟ للزمخشري. يقول:
وكان تعجبه المضيرة جدا فيأكلها مع معاوية، فإذا حضرت الصلاة صلى خلف علي رضي الله عنه، فإذا قيل له قال مضيرة معاوية أتسم وأطيب والصلاة خلف علي أفضل، فكان يقال له شيخ المضيرة. كان في ملوك بني غسان، والكلام الزمخشري، كان في ملوك بني غسان المروءة والترفة وطيب الأطعمة، فقيل ثريدة بني غسان ومضيرة ابن أبي سفيان، ثريدة بني غسان ومضيرة ابن أبي سفيان ومضيرة أي مضيرة معاوية ومضيرة ابن أبي سفيان. الآن ذكر حادثة، ذكر واقعة، ذكر عدة أمور من الزمخشري بكلام بأسلوب فيه نوع من البلاغة، من البيان، من التصرفات والمحسنات والتحسينات اللغوية، طبعا لا يأتي بتفصيل المعنى وتدقيق المعنى، لا يلتفت إلى التفصيل في المعنى والتدقيق في المعنى والإتيان بسند المعنى. والمورد الآخر، المورد الرابع في أساس البلاغة أيضا الزمخشري في مادة ميم ضاد راء، يقول ميم ضاد راء ومنه المضيرة، وتقول علي مع الحال المضيرة خير من معاوية مع المضيرة. علي، الكلام للزمخشري، يقول من مادة ميم ضاد راء ومنه المضيرة، وتقول علي مع الحال المضيرة خير من معاوية مع المضيرة. المورد الآخر الخامس، البداية والنهاية ابن كثير، لابن كثير البداية والنهاية، وربيع الأبرار الزمخشري، إذن بداية ونهاية ابن كثير، ربيع الأبرار الزمخشري الجزء الثامن، وروض الأخبار المنتخب من ربيع الأبرار ورد فيها أن أبا هريرة كان يقول، أن أبا هريرة كان يقول اللهم ارزقني ضرسا طحونا ومائدة هضوما ودبرا نثورا. اللهم ارزقني ضرسا طحونا ومائدة هضوما ودبرا نثورا. والمورد الآخر، المورد السادس في السيرة الحلبية، برهان الحلبي جزء ثالث، وفي شذرات الذهب في تاريخ من ذهب، شذرات الذهب في تاريخ من ذهب، ابن العماد الحنبلي جزء أول، وفي كتاب شيخ المضيرة محمود أبو ريه. طبعا عندما أذكر عدة موارد هنا، طبعا يأتي بعض كما قلنا بعض المتطفلين على العلم أو بعض المراوغين، بعض المدلسين، يأخذ واحدة من هذه الموارد، كما يعني حصل سابقا عندما يأتي أيضا شيخ من شيوخ المضيرة أو شيخ من المدلسين، يعني شيخ بعنوان من يدعي الدين، من يتلبس باسم الدين وبالزي الديني، من ينتحل التدين وطلب، ينتحل عنوان طلب العلم وطالب العلم وطالب الحوزة العلمية، وينتحل عنوان الشيخ وعنوان من يرتدي العمامة ومن يصعد المنبر، ويأتي على مورد ويرد على مورد ويسجل بعض الإشكالات على مورد ويقول وهكذا بقية الموارد. فإذن هنا أيضا يأتي البعض يأخذ بعض الموارد ويطعن ببعض الموارد
يترك الأخرى ويسجل لنفسه انتصارا موهوما. بل أكثر من هذا، عندما تأتي مثلا هنا تقول فيما ذكرناه، تقول في السيرة الحلبية، في شذرات الذهب، وفي شيخ المضيرة لأبيرية، يأتي يتحدث عن مثلا عن أحد هؤلاء الرواة أو الكتاب أو الباحثين، ويطعن به وينتهي الأمر، ويطعن بالرواية التي ذكرت أو بالواقع التي ذكرت أو بالحدث الذي ذكر، ويذكر ما ذكرناه من أسماء في الرواية. إذن نقول في السيرة الحلبية المورد السادس، السيرة الحلبية برهان الحلبي وشذرات الذهب في تاريخ من ذهب لابن عماد الحنبلي وشيخ المضيرة محمود أورية، ورد فيها هذه المعاني. طبعا عندما نذكر ما ورد، وعندما نذكر يعني المصادر العديدة في رواية ما، طبعا يوجد سنجد الفارق، لأننا عندما نأتي في الرواية عن أحد المصادر يوجد اختلاف في المصادر الأخرى. المهم المعنى العام، ربما حتى أن بعض ما يذكر من المصادر لم يشر إلى كل ما نذكره هنا في المعنى، يعني المعنى الكلي هنا يوجد في مصدر ويوجد في مصدر آخر وفي مصدر ثالث فيه إشارة إلى جزء المعنى أو إشارة إلى معنى أكثر مما ذكر هنا، يعني حسب المورد الذي يذكر. إذن في هذا المورد يقول لما، ماذا قالوا، ماذا ورد عنهم؟ يقول لما أليف وباء، نحن ذكرنا أليف وباء، لما نشب القتال في صفين بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، كان أبو هريرة يأكل على مائدة معاوية ويصلي وراء علي عليه السلام، وإذا احتدم القتال لزم الجبل، هذا ألف باء، وكان أبو هريرة يصلي خلف علي ويأكل على صماط معاوية ويعتزل القتال ويقول الصلاة خلف علي أتم وصماط معاوية أتسم وترك القتال أسلم. إذن في السيرة الحلبية في شذرات الذهب وفي كتاب شيخ المضيرة لمحمود أبرية ورد هذا المعنى، لما نشب القتال، التفت، لما نشب القتال في صفين، القتال في صفين، لما نشب القتال في صفين بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، كان أبو هريرة يأكل على مائدة معاوية ويصلي وراء علي عليه السلام، وإذا احتدم القتال لزم الجبل. باء، وكان أبو هريرة يصلي خلف علي ويأكل على صماط معاوية ويعتزل القتال ويقول الصلاة خلف علي أتم وصمات معاوية أتسم وترك القتال أسلم. هنا أسجل هذا التعليق. تعليق، نقول بعض المتطفلين على العلم إضافة للمدلسين الماكرين يحاول أن يغرر بالمتلقي في مثل هذه الموارد والرد عليها، فيجب إذن يحاول أن يغرر بالمتلقي في مثل هذه الموارد والرد عليها، فيجب على كل إنسان أن يستغل ويستخدم نعمة العقل التي أنعمها الله تعالى عليه وأكرمه بها وميزه عن البهائم بها. إذن يجب على كل إنسان يستغل ويستخدم نعمة العقل التي أنعمها الله تعالى عليه وأكرمه بها وميزه عن البهائم بها. فالمتطفلون والمدلسون يردون على هذا المورد بأن علي عليه السلام كان في الكوفة
وأن معاوية كان في الشام، فكيف يأكل مع هذا، فكيف يأكل مع هذا ويصلي خلف ذاك، أو كيف يصلي خلف هذا ويأكل مع ذاك؟ أقول ومن الواضح أولا وثانيا وثالثا، ومن الواضح، ومن الواضح أن أدنى التفاته للرواية، ومن الواضح أولا أن أدنى التفاته للرواية هذه الرواية الأخيرة عندما نلتفت إليها، ماذا قلنا وماذا ركزنا عند القراءة؟ قلنا لما نشب القتال في صفين بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، كان كذا وكذا وكذا، وكان أبو هريرة يصلي خلف علي ويأكل على صماط معاوية ويعتزل القتال ويقول الصلاة خلف علي أتم وصماط معاوية أتسم وترك القتال أسلم. إذن نقول ومن الواضح أولا أن أدنى التفاته للرواية يكشف أن يكشف أو يكتشف أن أدنى التفاته للرواية يكتشف أي إنسان أن الرواية تتحدث عن واقعات القتال في صفين، تحدث عن واقعة القتال في صفين حيث اجتمع علي عليه السلام ومعاوية في موضع واحد، بحيث يمكن لأبي هريرة أن يأكل مع معاوية، بحيث يمكن لأبي هريرة أن يأكل مع معاوية المضيرة ويذهب للصلاة خلف علي عليه السلام، وإذا وقع القتال فإنه يعتزل القتال، فلا يحتاج أن يكون أبو هريرة من أهل الخطوة ولا ممن تطوى له الأرض، حتى يحاول البعض أن يغرر بالآخرين بمحاولته الاستخفاف بمضمون الرواية وعدم معقوليتها واستحالة التصديق بمضمونها. ثانيا، إن وجود العهد الذهني يكفي في الفهم والإفهام ولا يخرج عن قوانين اللغة والعرف في الحوار والتلقي والفهم والإفهام. ثالثا، لا يخفى على الجميع، يعني هذا أو هذه النقطة الثالثة هي امتداد للنقطة الثانية وهي إكمال للمعنى اللي ذكرناه في النقطة الثانية. في النقطة الثانية قلنا إن وجود العهد الذهني يكفي في الفهم والإفهام ولا يخرج عن قوانين اللغة والعرف في الحوار والتلقي والفهم والإفهام. ماذا نقصد وماذا يراد من العهد الذهني؟ أقول ثالثا، لا يخفى على الجميع أن أي حادثة لما تشتهر وتكون مضربا للمثل وتدخل حتى في كتب اللغة والبلاغة والحكم والأمثال، فإنه يمكن الاعتماد على هذه الشهرة والمرتكز في أذهان الناس، فلا يذكر المتكلم والمتحدث والراوي، فلا يذكر بعض الألفاظ أو معاني الرواية اعتمادا على شهرتها وترسخها في الأذهان، اعتمادا على شهرتها وترسخها في الأذهان وكونها من مصادق العهد الذهني. ففي المقام مثلا لا يذكرون واقعة الجمل فيكتفون بذكر أنه يأكل المضيرة مع معاوية ويصلي خلف علي عليه السلام، وهذا موجود ومعول عليه كثيرا ويفهمه ويعمل به أهل اللغة والعرف. رابعا، لو تنزلنا عما ذكرناها على ولا بين قوسين ولا نتنزل، فإنه لا يصح أن نأتي برواية لم يذكر فيها عبارة واقعة الجمل. نحن ذكرنا رواية لم يذكر فيها واقعة الجمل، وقلنا لماذا لم يذكر؟ هو اعتماد على العهد الذهني، لأن الناس عموم الناس القاعدة العامة من الناس تفهم وتعرف ماذا يقصد وأي واقعة وأي حادثة وأي قتال الذي حصلت فيه تلك الواقعة أو هذه الواقعة. نقول
لا يصح أن يأتي بالرواية لم يذكر فيها واقعة الجمل ويقول كيف يأكل مع معاوية في الشام ويصلي خلف علي في الكوفة والمسافة بينهما كبيرة. نقول إذن رابعا لو تنزلنا عما ذكرناها أعلى فإنه لا يصح أن نأتي برواية لم يذكر فيها عبارة واقعة الجمل ونسجل الرد عليها ونستخف بمعناها ونستخف براويها ونترك الروايات التي تشير لنفس المعنى والتي ذكر فيها عبارة واقعة الجمل. النقطة السابعة، أحب الإمارة وجمع المال. نقول أقر أبو هريرة أنه أحب الإمارة وأنه اشتغل بالتجارة فجمع المال حتى أن الخليفة الثاني اعتبر عمله وهو في التجارة قلنا وجمع المال حتى أن الخليفة الثاني اعتبر عمله غير قانوني وغير شرعي باعتباره استغلالا للمنصب أو باعتباره أنه قد قصر في وظيفته المكلف بها فاقتطع من وقت العمل الوظيفي فاستغله بالتجارة وكسب وجمع الأموال. أين نجد هذا المعنى؟ نجد هذا المعنى في ما سنذكره. نقول أولا الطبقات الكبرى لابن سعد، قال الإمام محمد بن سعد إلى أن يقول حدثنا إسحاق بن عبد الله، يقول نحن ذكرنا أولا وثانيا وثالثا ورابعا في داخل الرواية. نقول يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي هريرة كيف وجدت الإمارة؟ قال بعثني وأنا كاره، ونزعتني وقد أحببتها. إذن أين الكلام؟ الكلام وأصل الكلام كان في أن أبا هريرة هل زهد بالأموال وبالتجارة وبالعمل بالأسواق لخاصة وميزة فيه من زهد وإعراض عن الدنيا وترك لمال وواجهة وحسب ونسب فتفرغ للحديث وللصحبة، أم أنه كان فقيرا فاضطر أن يكون مع الفقراء وعاش عيشة الفقراء؟ فأين البأس وأين الضرر؟ لا يوجد، الفقر ليس عيبا. والكلام كان في النقطة السابعة، نريد أن نبين ما هو حال أبي هريرة. إذن قلنا أحب الإمارة وجمع المال. نقول أقر أبو هريرة أنه أحب الإمارة وأنه اشتغل بالتجارة فجمع المال، وأن الخليفة الثاني اعتبر عمله غير قانوني وغير شرعي باعتبار استغلال المنصب أو باعتبار أنه قد قصر في وظيفته المكلف بها فاقتطع من وقت العمل الوظيفي فاستغله بالتجارة وكسب وجمع الأموال. أين نجد هذا؟ قلنا في الطبقات الكبرى بن سعد، قال الإمام محمد بن سعد حدثنا إسحاق إسحاق بن عبد الله قال أولا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي هريرة كيف وجدت الإمارة؟
قال أبو هريرة بعثني وأنا بعثتني وأنا كاره، كنت أكره الإمارة، بعثتني وأنا كاره ونزعتني وقد أحببتها، أحب الإمارة لكن الخيف الثاني نزعه منها، انتزعه منها، نزعه منها. قال أبو هريرة بعثتني وأنا كاره ونزعتني وقد أحببتها. ثانيا وأتاه بأربعمائة ألف، وأتاه بأربعمائة ألف من البحرين، فقال عمر أظلمت أحدا؟ فقال أبو هريرة لا. فقال عمر أخذت شيئا بغير حقه؟ قال أبو هريرة لا. قال عمر فما جئت به لنفسك؟ إذن أخذ منه الأربعمائة ألف من البحرين، سأله هل ظلمت أحدا؟ هل أخذت شيئا بغير حقه؟ قال لا لا. الآن قال عمر فما جئت به لنفسك؟ أنت ماذا حصلت؟ فما جئت به لنفسك؟ قال أبو هريرة عشرين ألفا. قال من أين أصبتها؟ قال عمر من أين أصبتها؟ قال أبو هريرة كنت أتجر، كنت أتجر. قال عمر لاحظ هل سكت الخليفة الثاني كما يسكت الآن زعماء القوم ورموز القوم ومراجع القوم وعلماء القوم وعالم القوم وأشهر القوم وقادة القوم وأمان القوم؟ قال أبو هريرة كنت أتجر. قال عمر انظر رأس مالك ورزقك فخذه. انظر رأس مالك وانظر رزقك، انظر رأس مالك ورزقك فخذه واجعل الآخر في بيت المال. المورد الآخر، المورد الثاني في العقد الفريد لابن عبد رب المالكي جزء أول. قال أحمد بن محمد بن عبد رب الأندلسي يقول ثم دعا عمر أبا هريرة، ثم دعا عمر أبا هريرة فقال له هل علمت من حين أني استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين، ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا بألف دينار وستمائة دينار؟ يقول الخليفة الثاني رضي الله عنه لأبي هريرة هل علمت من حين أني استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين، ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا بألف دينار وستمائة دينار، يعني بألف وستمائة دينار؟ قال أبو هريرة كانت لنا أفراس، من أين أتيت بهذه الأموال؟ كنت حافيا، كنت بلا نعلين، بعد هذا ستتاجر بالأفراس بالخيول الآن بالسيارات بالمقاولات، ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا بألف دينار وستمائة دينار. قال كانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت أو تلاقحت، كانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت أو تلاقحت، وعطايا تلاحقت كانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت. فقال عمر قد
حسبت لك رزقك ومؤونتك وهذا فضلا فأده. قال له أنا حسبت لك راتبا كما يسمى الآن، قد حسبت لك رزقك ومؤونتك وهذا الذي عملت به هو من أموال بيت المال، هو من وقت بيت المال، هو من الوقت الذي تأخذ عليه الأجر، هو من الجهد الذي تأخذ عليه الأجر. قال قد عمر، قال عمر قد حسبت لك رزقك ومونتك وهذا فضل فأده، أرجع الباقي. قال يعني أنا كنت حسبت لك راتبا فأنا أعطيك الراتب، فكل ما ربحت كل ما حصل في حصل كل ما حصل من أموال بالتجارة حسب ادعائك هذا ليس من ملكك، يرجع إلى بيت المال. قد حسبت لك رزقك ومؤونتك وهذا فضل فأده. قال أبو هريرة ليس لك ذلك. قال عمر بلى بلى والله وأوجع ظهرك. قال بلى والله وأوجع ظهرك. ثم قام إليه بالدرة فضربه حتى أدماه. قال بلى والله وأوجع ظهرك. ثم قام إليه بالدرة فضربه حتى أدماه ثم قال ائتي بها. الكلام أين في العقد الفريد لابن عبد رب المالكي؟ إذن يقول يقول في الرواية قال عمر قد حسبت لك رزقك ومونتك وهذا فضل فأده. قال أبو هريرة ليس لك ذلك. قال بلى والله وأوجع ظهرك. ثم قام إليه بالدرة فضربه حتى أدماه ثم قال ائتي بها. إذن قال أبو هريرة ليس لك ذلك. قال بلى والله وأوجع ظهرك. ثم قام إليه بالدرة فضربه حتى أدماه ثم قال ائتي بها ارجع الأموال. قال احتسبتها عند الله. قال أبو هريرة احتسبتها عند الله. قال عمر قال عمر أبو هريرة قال احتسبتها عند الله. قال عمر ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعا ممكن أن تقول احتسبتها عند الله. ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعا. أجئت من أقصى الآن ينتقد يقول هذا من أين لك هذا؟ أجئت من أقصى حجر البحرين بجبي الناس لك لا لله. أجئت من أقصى حجر البحرين بجبي الناس لك لا لله ولا للمسلمين. يقول له أجئت من أقصى حجر البحرين من الولاية التي كنت عليها، أجئت من أقصى حجر البحرين بجبي الناس لك لا لله ولا للمسلمين. يهدد الخليفة الثاني يهدد أبا هريرة يقول ما رجعت بك أميمة، أي أمك اسمها أميمة كانت، ما رجعت بك أميمة إلا لرعية الحمر. يعني ما رجعت بك أمك إلا لأي شيء، لرعاية الحمر، رعاية الحمير، رعاية الحمر. يقول قال عمر ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعا. أجئت من أقصى حجر البحرين بجبي الناس لك لا لله ولا المسلمين. ما رجعت بك أميمة إلا لرعية الحمار. قال ابن عبد ربه وأميمة هي أم أبي هريرة. المورد الثالث
أيضا عقد الفريد لابن عبد ربه المالكي. وقال ابن عبد ربه: وفي حديث أبي هريرة لما عازلني عمر عن البحرين قال لي: يا عدو الله وعدو كتابه سرقت مال الله، فقلت: ما أنا عدو الله ولا عدو كتابه، ولكني عدو من عاداك. ولكني عدو من عاداك، وما سرقت مال الله. مثلا يقول أبو هريرة: لما عزلني عمر عن البحرين قال لي: يا عدو الله وعدو كتابه سرقت مال الله، فقلت: ما أنا عدو الله ولا عدو كتابه، ولكني عدو من عاداك، وما سرقت مال الله. قال عمر: فمن أين اجتمعت لك 10,000؟ قال عمر: فمن أين اجتمعت لك 10,000؟ قلت: خيل تناتجت. قلت: خيل تناتجت، وعطايا تلاحقت، وسهام تتابعت، فقبضها مني، أي أخذها الخليفة الثاني منه، فقبضها مني. فلما صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين، أي استغفر أبو هريرة لعمر بالرغم من أنه قد أخذ منه الأموال. يقول: فلما صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين، قال لي بعد ذلك: أتعمل؟ قلت: لا. قال: قد عمل من هو خير منك، يوسف عليه السلام. قلت: يوسف نبي، وأنا ابن أميمة أخشى أن يشتم عرضي ويضرب ظهري وينزع مالي. إذن قال عمر: قد عمل من هو خير منك، يوسف عليه السلام. قلت: يوسف نبي، وأنا ابن أميمة أخشى أن يشتم. لماذا لا يقبل بالعمل؟ لأنه يخاف من أن يشتم عرضه، أو يشتم عرضه وأن يضرب ظهره وأن ينزع ماله. قال: قلت: يوسف نبي، وأنا ابن أميمة أخشى أن يشتم عرضي ويضرب ظهري وينزع مالي. إذن لماذا لم يقبل الإمرة؟ لماذا لم يقبل أبو هريرة الإمرة في المرة الثانية؟ لأنه يخاف من أن يشتم عرضه ويضرب ظهره وينزع ماله، هو الذي يخاف أن يفعل به هذا. إذن من أين علم بأنه سيفعل به هذا؟ هل يوجد حكم إسلامي ينص على أن يشتم عرض الإنسان ويضرب ظهر الإنسان وينزع مال الإنسان؟ يعني هذه الوقائع والعقوبات الثلاث، هل يوجد نص قد أشار إليها؟ على كل حال، الآن نقول أبو هريرة يخاف من هذا، إذن أبو هريرة يقر بهذا. هل يوجد نص في القرآن أو في السنة الثابتة على هذه العقوبة الثلاثية؟ إذا لا يوجد، إذن من أين أتى بها؟ هذه النقطة السابعة. النقطة الثامنة: نزع ماله وضرب ظهره وشتمه. أقول نرجع مرة أخرى إلى مواقف مفصلية خالدة اتخذها الخليفة ابن الخطاب رضي الله عنه
حيث الصراحة والجدية وعدم المحاباة على حساب الدين والأخلاق وحقوق الناس ومصالحها. من الزعماء، من الرؤساء، من السياسيين، من البرلمانيين، من المحققين، من القضاة، من الضباط، من المسؤولين، انتهج وينتهج موقف ومواقف الخليفة الثاني رضي الله عنه من حيث الصراحة والجدية وعدم المحاباة على حساب الدين والأخلاق وحقوق الناس. من حاسب المقصر؟ من حاسب السارق؟ من حاسب المجرم؟ من حاسب فاقد الأخلاق؟ من حاسب مشتت الناس ومفرق الناس ومقسم الناس وقاتل الناس ومهدم بيوت الناس ومهجر الناس وحارق البيوت والممثل بالجثث وقاتل الأبرياء؟ إذا النقطة الثامنة، نزع ماله وضرب ظهره وشتمه، وقلنا هذه مواقف للخليفة الثاني. نذكر بعض الموارد هنا. الأول، المورد الأول، الطبقات الكبرى لابن سعد. قال الإمام محمد بن سعد: حدثنا إسحاق بن عبد الله قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي هريرة: كيف وجدت الإمارة؟ قال أبو هريرة: بعثتني. قال أبو هريرة: بعثتني وأنا كاره، ونزعتني وقد أحببتها. إذن أحب الإمارة أم لا يحب الإمارة؟ أحب الإمارة. قال عمر: فما جئت به لنفسك؟ قال أبو هريرة: 20,000. قال: من أين أصبتها؟ قال أبو هريرة: كنت أجر. قال عمر: انظر رأس مالك ورزقك فخذه واجعل آخر في بيت المال. المورد الآخر، في البداية والنهاية، ابن كثير جزء ثامن. قال ابن كثير: وقد استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين في أيام إمارته وقاسمه مع جملة العمال. أيضا ويقول ابن كثير وعن ابن سيرين أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف، فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال؟ أي عدو الله، أي يا عدو الله. فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله، أي عدو الله وعدو كتابه. فقال أبو هريرة: لست بعدو الله ولا عدو كتابه، ولكن عدو من عاداهما. فقال عمر: فمن أين لك، فمن أين هي لك؟ قال أبو هريرة: أولا خيل نتجت وغلة، أي ما يدخل من أرباح من كراء دار، تأجير دار أو عمل تأجير أرض، غلة وجمعها غلات وغلال. قال أبو هريرة: خير نتجت وغلة ورقيق لي وأعطية تتابعت علي. فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله فأبى أن يعمل له، فقال له: تكره العمل وقد طلبه من كان خيرا منك، طلبه يوسف عليه السلام. فقال أبو هريرة: إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أمي، وأخشى 23.
فقال أبو هريرة أن يوسف نبي وابن ابن نبي ابن ابن نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أمي وأخشى 3 و2. قال عمر: فهل لا قلت 5؟ لماذا لا تقول 5 تقول 3 و2؟ فقال عمر: فهل لا قلت 5 أو فهل لا قلت 5؟ فهل لا قلت 5؟ قال أبو هريرة: أخشى أن أقول بغير علم وأقضي بغير حلم، وأن يضرب ظهري وينزع مالي ويشتم عرضي. قال أبو هريرة: أخشى أن أقول بغير علم وأقضي بغير حلم، وأن يضرب ظهري وينزع مالي ويشتم عرضي. إذن أبو هريرة يخاف من هذه العقوبة، يخاف أن يضرب ظهره وينزع ماله ويشتم عرضه. تعليق: أولا قال، ثالثا وأن قال: وأن يضرب ظهري وينزع مالي ويشتم عرضي، والكلام واضح في وجود عهد ذهني ثابت في أذهان السامعين والمحدثين والراوين وحتى القارئين بأن أبا هريرة تعرض لذلك الأذى والعقوبة ويخاف. طبعا عندما ننفي نقول لا يوجد عقوبة بشتم العرض وضرب الظهر ونزع المال، لا يوجد هذه العقوبة الثلاثية بخصوص ذنب معين، بخصوص مورد معين. إذن نقول هذا الكلام، والكلام واضح في وجود عهد ذهني ثابت في أذهان السامعين والمحدثين والراوين وحتى القارئين بأن أبا هريرة تعرض لذلك الأذى والعقوبة ويخاف أن يتكرر ذلك، وإلا فلماذا الخوف من العقوبة وهذا النوع من العقوبة والأذى والألم؟ فإذن فلماذا الخوف من العقوبة وهذا النوع من العقوبة والأذى والألم؟ وهو أو وهل كل من يتصدى، وهل كل من يتصدى للإمارة يقع عليه الأذى والعقوبة وبالشكل الذي أشار إليه أبو هريرة؟ وهل يوجد حكم شرعي ينص على هذا؟ هذا أولا في التعليق الناولا. ثانيا ماذا قال؟ قال: أخشى أن أقول بغير علم وأقضي بغير حلم. أقول أي إنسان يتبادر إلى ذهني السؤال البديهي في أنه إذا كان الأمر كما ذكره أبو هريرة فلماذا قبل بالولاية في المرة الأولى؟ أول مرة قبل بالولاية والآن رفض الولاية. إذن يأتي هذا الاستفهام، إذا كان الأمر كما ذكره أبو هريرة فلماذا قبل بالولاية في المرة الأولى؟ هل كان جاهلا بذلك، أو أنه عند ممارسته العملية والتطبيقية للإمارة وملازماتها اكتشف أنه قد قال بغير علم وقضى بغير حلم فلا يريد أن يتورط ثانية بذلك؟ النقطة التاسعة: التدليس. أقول أولا ما معنى التدليس في الكامل؟ الكامل أولا ما معنى التدليس؟ نذكر عدة موارد تشير إلى معنى التدليس. المورد الأول الكامل، إذن الكلام في النقطة التاسعة التدليس. أولا ما معنى التدليس؟ عندنا موارد. المورد الأول الكامل في الضعفاء الرجال، الجزء الأول، ابن عدي ماذا يقول فيه؟ يقول: قال حماد بن زيد التدليس كذب أو كذب.
التدليس كذب. قال أبو أسامة ولا زال الكلام لي ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال يقول قال حماد بن زيد التدليس كذب. قال أبو أسامة خرب الله بيوت المدلسين ما هم عندي إلا كاذبون. التدليس كذب. وهنا أبو أسامة يقول المدلسون كاذبون ما هم عندي إلا كاذبون. قال شعبة التدليس أخو الكذب. قال أبو أسامة خرب الله بيوت المدلسين ما هم عندي إلا كاذبون. قال شعبة التدليس أخو الكذب. قال شعبة والله لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال مسعر التدليس من دناءة الأخلاق. المورد الآخر في الكامل في ضعفاء الرجال أيضا ابن عدي تاريخ دمشق في الكامل في ضعفاء الرجال جزء الأول ابن عدي وفي تاريخ دمشق الجزء الرابع والعشرين إذن عندي الكامل المورد الآخر الكامل فيه ضعفاء الرجال جزء أول وعندي تاريخ دمشق لابن عساكر الجزء الرابع والعشرون أو في الجزء الرابع والعشرين. قال أبو عاصم النبيل هذا قلنا في الكامل وفي تاريخ دمشق. قال أبو عاصم النبيل أقل حالات المدلس عندي أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عاصم النبيل أقل حالات المدلس عندي أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو يقول يعني أقل حالات التدليس أن ينطبق عليه ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أي أن أقل حالات التدليس أن يقوم الشخص بفعل أو يتخذ موقفا يكون فيه من مصادق وتطبيقات الحديث النبوي الشريف. ما هو الحديث؟ المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المورد الآخر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضر فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. قال النووي لا زال الكلام مع الحديث الوارد في البخاري ومسلم. قال النووي في شرح مسلم عند شرح هذا الحديث ماذا قال النووي؟ قال العلماء قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور. قال أيضا والكلام لا زال مع النووي في شرح مسلم يقول وقال أبو عبيدة أو أبو عبيد وآخرون هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه فهذه ثياب زور ورياء
وقيل هو كمن ليس أو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له. إذن قال أبو عبيد وآخرون هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء. وقيل هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له. قال ابن حجر، لا زال الكلام لمن؟ للنووي في شرح مسلم. قال ابن حجر في الفتح قوله المتشبع أي المتزين بما ليس عنده، يتكثر بذلك ويتزين بالباطل، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عند غيره، تريد بذلك غيظ ضرتها. وقال ابن حجر في الفتح قوله المتشبع أي المتزين بما ليس عنده، يتكثر بذلك ويتزين بالباطل، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده، تريد بذلك غيظ ضرتها. وكذلك هذا في الرجال. قال وأما قوله كلابس ثوبي زور فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد، يوهم أنه منهم ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه ونيته. ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه. المورد الآخر مختصر الكامل في ضعفاء المقريزي، يقول قال يزيد بن هارون، قال يزيد بن هارون ما دلست إلا حديثا واحدا عن عوف فما بورك لي فيه. وقال مسعر التدليس من دناءة الأخلاق. والسؤال، ولا زال الكلام في مختصر الكامل في الضعفاء المقريزي، يقول وسؤل ابن معين عن التدليس فكرهه وعابه، قيل له فيكون المدلس حجة فيما روى؟ قال ابن معين لا يكون حجة فيما دلس. قال ابن معين لا يكون حجة فيما دلس. وقال شعبة كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل. مختصر الكامل في الضعفاء للمقريزي، يقول باب كل الكذب يكتب على ابن آدم، باب كل الكذب يكتب على ابن آدم، واللسان الكاذب من أعظم الخطايا ومن أكبر الخيانة، أن تحدث أخاك بحديث هو لك مصدق وأنت له كاذب. واللسان الكاذب من أعظم الخطايا ومن أكبر الخيانة، أن تحدث أخاك بحديث هو لك مصدق وأنت له كاذب. هذا أولا. ثانيا بعد أن عرفنا معنى التدليس، إذن كنا أولا الكلام في التدليس، التدليس في أول المعنى التدليس. ثانيا نقول بعد أن عرفنا معنى التدليس يأتي الاستفهام الغريب، هل التدليس ممدوح أو مذموم؟ وهل هو حلال أو حرام؟ وهل تدليس الصحابة حلال وتدليس غيرهم حرام؟ وهل دلس الصحابة؟ وهل دلس أبو هريرة؟ وهل تدليس أبي هريرة حلال وتدليس غيره حرام؟ استفهامات كثيرة تظهر إجابة بعضها في الكلام اللاحق
في هذا المورد والنقاط القادمة، ويبقى إجابة الأخرى على القارئ النبيه والعاقل المصف، ومن الله التوفيق. إذن استفهامات كثيرة، لا بس نذكر هنا بعض الروايات التي تفيد في المقام. نقول رواية عندي في صحيح البخاري، وثانية أيضا في صحيح البخاري، وثالثة في صحيح مسلم. أقول البخاري في النفقات باب ثاني قال في تسلسل البخاري نفقات باب ثاني 5355 أو في 5355. يقول حدثنا عمر بن حفص حدثنا قال حدثني أبو هريرة، إذن حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بما تعول يقول أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. ما هو الحديث؟ الحديث في البخاري. ماذا يقول؟ قال حدثني أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وكذا وكذا. الآن يقول فقال أبو هريرة، فقالوا يا أبو هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. إذن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا يقول هو من كيس أبي هريرة. إذن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وينهي الرواية قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. الرواية الثانية في صحيح البخاري في النفقات، وجوب النفقة على الأهل والعيال، يقول حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا صالح قال حدثني أبو هريرة. إذن صالح يقول أو حدثنا أبو صالح، أبو صالح يقول قال حدثني أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. الرواية الأخرى في صحيح مسلم كتاب الصيام قال حدثني محمد بن حاتم حدثنا إلى أن يقول أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة قص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، فذكر ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة أم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك،
قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. يقول فقال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن، يعني فذكر عبد الرحمن لمروان حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن فقال فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس. قال ما قلت له ليس من عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عن الفضل بن عباس. بينما ماذا يقول الراوي؟ يقول سمعت أبا هريرة يقص يقول في قصصه من أدرك الفجر من فلا يصوم فذكر ذاك عبد الرحمن من حالة أبيه كذا وكذا 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 إلى أن ذهبوا إلى أمهات المؤمنين للتأكد. فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقالتا في رمضان؟ قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. وعندنا تعليق في هذا المقام يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.